دلوقتي احنا بدأنا من الحج. الحج طبعا خدتني كده في بداية الإنشاد، بقى ندخل في الإنشاد ثم نيجي على التراث الشعبي والفن الشعبي المصري الجميل. شايف ازاي الإنشاد؟ شايف ازاي المدرسة المصرية في الإنشاد؟ يعني أولا الإنشاد بالنسبة لمصر، كل الوطن العربي بيقول التوشيح والابتهالات بتاعت المشايخ بتوعنا اللي سبقونا، من أول الشيخ علي محمود والشيخ إبراهيم الفران والشيخ محمد عمران والشيخ طه الفاشني. كل الفرق من أي بلد من البلاد العربية ما بيقولوش إلا ما فيش أي جديد بالنسبة لهم. حتى الشباب اللي طالع بالنسبة لنا حتى في المدارس يعني اللي بيجتهدوا إن هم يعملوا يحافظوا على التراث التوشيح الدينية ده برضو على نفس النمط ده. الناس دي كان في الأول زمان في النصوص الشعرية كانت نصوص جميله جدا بتتقال، دلوقتي بقت اتقلبت لاغاني الحجاج، يعني مثلا اذا مثلا احنا في موسم مثلا الحج، فبقى في عندي اغاني لازم اقولها في موسم الحج، طبعا. بحكم ان انا مثلا مطرب شعبي مثلا في حد عامل احتفال مثلا، لان كان برضو الحاله زمان كان ايه؟ ايوه كانت مختلفه، اللي رايح كان الحج احتفاليه، اللي رايح الحج بنعمل له اغاني وهو رايح الحج، صح، وبعد كده بنقول اغاني المناسك بقى، بنبتدي نحكي المناسك بتاعه الحج، ولما يرجع بقى يعني بقى بنقعد نقول الله على كل حاجه بقى جميله في الحاجات اللي عملها في المناسك، يعني ده في الذهاب وفي العوده. وكان الانشاد في كل المناسبات، يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ عمرو، اللي كان في الثانويه العامه زي الايام دي كده ونجح لازم يتعمل له ليله وبيسموها ليله لاهل الله. ايوه مظبوط، عباره عن انشاد ديني وليله لاهل الله. اللي ادى الخدمه العسكريه ايوه تأدية الخدمه العسكريه على خير يعمل ليله لاهل الله، اللي جه لحد سن المعاش وخرج بالتمام التمام من شغله الليله لاهل الله. كان العمليات البسيطه قوي زمان، صح، اللي عامل عمليه ازاي ده يا سلام، او اللي وز وكانت ليله لاهل الله. فكان طول السنه كلها كانت ليالي شغاله، بخلاف ان الطرق الصوفيه كمان كانت بتعمل ايه بقى؟ في حاجه اسمها الحضر والرواتب. وكانت في حاجه تلغي حاجه، يعني كان مثلا يعني يوم يعني مثلا لو واحد نفترض واحد عامل حضر او الراتب بتاعه كل يوم ثلاث بيجتمعوا مثلا عنده في البيت مثلا، اللي هم ايه الصوفيين بقى لكل وكل طريقه، ولها ويعني الطريقه مثلا البرهميه، الطريقه الاحمديه، الطريقه الرفاعيه، ليهم صلوات او ليهم حزب حزب بيتقال يعني. يجي مثلا استاذ عمرو بيعمل الراتب بتاعه يوم الثلاث، بس جه يوم الثلاث ده مولد ستنا السيده زينب، تلغي بقى الايه؟ عشان المولد صح. بس كان طول السنه كده، لان احنا عندنا ما شاء الله يعني ايه، احنا عندنا بس كفايه شارع الاشراف طبعا، اللي هو فيه من سيدنا نفيسه من لحد تحت عند السيده زينب، يعني المقامات بسم الله ما شاء الله. فكان طول السنه الوقت النهارده ما فيش الكلام ده دلوقتي. الحال اختلف، والحاله نفسها بالنسبه للناس برضو يعني هو يعني اتشغلت بايه مش عارف، يعني برضو الناس بتشغلت بالحياه، يعني اتشغلوا. هل ده اثر على تراثنا الشعبي في الانشاد وفي الابتهال، يعني تخيل في الفن الجميل ده اللي كان يعني موجود في الليالي الحلوه اللي حضرتك بتقولها؟ انا لما كنت مثلا وانا صغير والدي كان مبتهل، فانا كنت اروح معاه من اجل ما اخش المجال ولا ادرس ولا احذف ولا اي حاجه يعني. فكنت اقعد اقول معاهم اتمات، حتى اللي كان كل اسم من اسماء الله الحسنى الله يقولوا لي ليه طريقه كده، مثلا ايه يا لطيف مثلا، مثلا يا لطيف يقولوا يقولوا يا لطيف يا لطيف يا كده. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. الصلوات بقى بجميع أشكالها وكل الطرق. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأجوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. عليه الصلاة والسلام. كل ده بيتقال في مش في الإنشاد كمان، ده في الرواتب والتجمعات. ده أنا افتكرت أول حاجة جت سبحان الله،
جت اما بشكر حضرتك على 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 لا. على دوله التلاوه أيوه. اما افتكرت دخل عليا في مولد السيده زينب في الليله الختاميه رحمه الله عليه الاستاذ سيد علي السيد في برنامج طبعا فداخل معاه الكاسيت دخل سجل قال من مدينه حلوان عندي البلد وقدمني وقلت افتكرت سبحان الله افتكرت بقى له طبعا بقى له عمر افتكرت اللي انا قلته في الاول دوت حاجه كده برضه في نفس التسجيل بقول لو عشت العمر احب واحب ودقت الحب احب الحب احبك انت يا رب يا رب وحبك الله. وحده يملى القلب الله على الكلام الجميل في كل مكان ابص الاقيك وكل حبيبي بكني يناديك بحد همسه ينادوا عليك تتمنوا ترضى يتوبوا اليك فكان ده كان كانت في الموالد والاذاعه النهارده ما فيش انا رحت مره مولد قريب كان سيدنا النبي سيناده كل دي جيهات والله العظيم انت هتصعب الحال اختلف يعني اختلف كان الموالد حلوه وكانت في ابلي وكانت في بحري والناس بتروح والناس بتسافر وتستمتع بالذكر وتستمتع بالتلاوه وتستمتع بالانشاد ده الويك اند بتاعهم اه بالظبط ولكن العصر اختلف والحياه اختلفت بقى في الموبايل والوسائل التكنولوجيه الحديثه ولكن هيفضل تراثنا لان اللي ملوش اصل ملوش لا حاضر ولا ليه مستقبل